مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الكريم. إذن هو ظرف استثنائي للعام الثاني على التوالي مع استمرار انتشار كورونا. بعض الدول العربية توجهت باتجاه تشديد إجراءات الحظر في الليل، وفي بعض الدول الأخرى فرضت الحظر الشامل، في حين قامت البقية بالسماح للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها ضمن طبيعة الحال شروط التباعد الاجتماعي والإجراءات المتبعة كذلك. نناقش معكم اليوم هذا الموضوع لنتعرف على آرائكم إن كنتم مع أم ضد فتح المطاعم والمقاهي في فترة ما بعد الإفطار. تفاعلوا معنا ودعوني أرحب بضيوفنا في هذه الحلقة. معنا من القاهرة عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام مهزاع، ومن الرباط رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم نور الدين الحراق، وأيضا طبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمدي. قبل أن أبدأ في هذا النقاش مع ضيوفي، دعونا نستمع بداية مشاهدينا لآراء الشارع حول رأيهم بإغلاق المطاعم والمقاهي بعد وقت الإفطار في رمضان. نستمع ونعود. ضد القرارات هاي من ناحية وبائية ومن ناحية اقتصادية، لأنه بيقدروا يتباعدوا عادي. يعني هاي الناس فاتحة كلها وبتباع، ليش القطاعات هاي تدهورت من مرة؟ إذا بينا كنسمعوا القرار ديال الحكومة كان قاسي شوية. لا، ضد الاغلاق، لان هذا وناستنا، يعني نبي نطلع، نبي نروح، نبني، ما في. الناس دمرت يعني بالنسبه للصالات، بالنسبه للمقاهي. المقاهي برضو يعني جزء من رمضان صراحه، يعني هو هذا المفروض يكون وقتها. يعني هم هذه شغله ثانيه، يعني الواحد بدون شيء ضايق خلقه، فما في مكان يروح له. لكن في لقمه عيش للناس، هذا وقت الحال قطيعة رزق. شوف انت، مش انت ما تتكلم على مثلا على موقع او مصدر او مقهى. المقهى شو عنده؟ كم عائلة عايشة من وراه؟ لا، انا ضد قرار الاغلاق، حيت الناس كتبغي شوية تخدم، خصوصا القهاوية، وهذا يعني سي نورمال انهم يخدموا مساكن حتى هما في رمضان، وراك عارفة الظروف كيفاش كيعيش. والله هو يفترض انه ما في حقيقة، لانه يعني الارجيلة وما ارجيلة والكوبي والاختلاط بشكل مباشر بأثر. وأعود إذن إلى ضيوفي لنبدأ هذا النقاش فيما يتعلق بإغلاق أو فتح المطاعم أو السماح لها بفتح المطاعم والمقاهي والنوادي وغيرها ما بعد فترة الإفطار. أبدأ معك ضيفنا بداية من الرباط رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم نور الدين الحراق. كون هناك أزمة كبيرة يعني طغت على الرأي العام في المغرب بسبب قرار الحكومة هذا، أين وصلت فصول الأزمة بداية؟ شكرا مرة أخرى، وتحية كذلك للضيوف الكرام. صراحة هناك أزمة كبيرة يعرفها القطاع صراحة، لأنه قرار حظر التجول الليلي نزل علينا كالصاعقة. صراحة القطاع عانى بشكل كبير من الإجراءات الحكومية، فعدد تقريبا 25% من المقاهي والمطاعم أغلقت أبوابها نهائيا جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة. أكيد شهر رمضان بعد هذا القرار الصادم طبعا ستكون أو ستنضاف عدد كبير من المقاهي والمطاعم إلى لائحة الإغلاقات في هذا ما بعد رمضان. وأكيد كذلك ستعرف بعض المقاهي كذلك صعوبة في العودة لنشاط نشاطها وعملها، فأكيد لم تستطيع صمود طويلا إزاء القرارات الحكومية. أكيد سيكون له انعكاسات وخيمة على القطاع، انعكاسات على الأجراء وكذلك انعكاسات على المهنيين. فأكيد فحوالي 60% أو 70% من المقاهي والمطاعم أو أصحاب المقاهي والمطاعم بالمغرب، فالقوت يومهم أو مصدر عيشهم الوحيد. ولكن الحكومة قالت بأنها ستصرف تعويضات تقدر بحوالي 2000 درهم مغربي، حوالي 200 دولار لكل عامل، شرط أن يكون مسجل بصندوق ضمان الاجتماعي، يكون عامل في هذا القطاع. بالفعل
بالفعل إلا أن هناك إشكال حقيقي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم المغرب، فهناك عدد من الأجراء وهذا رقم كبير غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فعدد المصرحين المصرح بهم هو رقم هزيل جدا، وبالتالي سنجد مشكلة كبيرة في تعويض أولئك الأجراء الغير مصرح بهم، وهذا راجع طبعا لأن نحن كجمعية وطنية منذ سنوات ونحن ننبه لخطورة هذا الأمر، لصعوبة تنزيل الترسانة القانونية وعدم ملائمتها مع واقع حال القطاع. هذا الشيء الذي نبهنا له كل الوزارات المعنية بالقطاع وكذلك الفرق البرلمانية وغيرها من المؤسسات، إلا أنه تأسفنا بشكل كبير لعدم مراجعة هذه الاختلالات مما بقي الحال على ما هو عليه الآن. نعم بالتأكيد، لو سمحت لي أريد أن أشرك أيضا معنا ضيوفنا في هذه الحلقة، وإليك أستاذ حسام هزاع عضو الاتحاد المصري كذلك للغرف السياحية. ربما الأزمة أو تبعاتها تختلف من دولة لدولة ومن بلد لبلد حسب الإجراءات المتبعة والتأثير، ولكن بشكل عام مع أم ضد قرار منع المطاعم أو فرض الحظر الليلي ما يؤثر على المطاعم وعلى قطاع الخدمات بشكل عام وتأثيره المتوقع على قطاع السياحة والخدمات؟ الحقيقة الأول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم. الحقيقة في مصر تمت دراسة الموضوع واتباع الإجراءات من فترة كبيرة، وفي أزمة كورونا من فترة من شهر 6 الماضي، وتمت فتح الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة 50% والمنشآت السياحية كذلك، ولم نجد صعوبة لأن في تطبيق كامل وشامل ومتمثل في أن الدولة بالتوافق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، وهنا وزارة السياحة، وزارة السياحة والآثار، اتحاد عام غرف شركات السياحة، الغرف السياحية، كلها كانت بتعمل في منظومة واحدة وإيد واحدة، بحيث أن القطاع الخاص متمثل في اتحاد غرف شركات السياحة وكل الغرف السياحية كانت بتطبق هي وأعضائها الخطط الصارمة اللي أوصت بها الدولة، بمعنى أن احنا عندنا مقاييس الأمان بداية من الدخول للمطار، الإجراءات الاحترازية، التباعد الاجتماعي، الفنادق، اتباع كافة الإجراءات، المنشآت السياحية، المطاعم السياحية، كله اتبع الموضوع بشكل جدي، ولو كان في أي خطأ بيبقى في عقاب. ولذلك تم استمرار فتح المطاعم والمنشآت السياحية والفنادق، وكان في دعوة إلى شتي في مصر دي، فكانت برضو السياحة الداخلية شغالة بنسبة عالية، والفنادق امتلأت بالنسبة المسموح بها اللي هي 50%، ولم تسجل حالات كورونا، فده معناه ان احنا ماشيين في الطريق السليم. وبعدين الدولة في متمثلة في سيادة رئيس الوزراء وكذلك سيد وزير السياحة والآثار لما وضعوا الخطط للمرحلة القادمة وفترة رمضان وإلى آخره، وكذلك وزارة الأوقاف مثلا حتى في صلاة التراويح، فكل الإجراءات متخذة بشكل صارم. نقدر نقول حتى إحنا مصر مثلا ما قفلتش خطوط الطيران والقادمين من الخارج، ولذلك بيصل عندنا في محافظات البحر الأحمر وفي محافظات جنوب سيناء طيران شارتر بسياحة أجنبية، والناس دي جت ونزلت وقضت الأجازة بتاعتها ورجعت، وما فيش أي شكوى أو في حالات إصابات كورونا، ونقلت الصورة الإيجابية. فإحنا ماشيين بالطبيعي، الأمور يعني طيبة ويعني مسيطر عليها إن صح القول بشكل كبير، لكن بتتحسن. دعني هنا مسيطر عليها وبتتحسن. ممتاز. دعني هنا أتحول للطيب حمد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية. برأيك مثل هذه القرارات للدول اللي جنحت نحو أو حسمت أمرها في قرار الإغلاق أو الحظر الليلي ما بعد الإفطار، هل هو ذا جدوى؟ طبعا القرار، اولا رمضان كريم، والقرار ديال الاغلاق الليلي تذكروا على انه اولا الشيء المتفق عليه هو انه انا شخصيا نفسي كنت اتمنى ان لا تكون هناك لا اغلاق ولا حظر تجول ليلي ولا كمامه ولا تباعد ولا هم يحزنون ولا منع الزيارات العائليه وتكون صلاه التراويح كذلك، ولكن للاسف الوضعيه الوبائيه يجب ان نحتاط ونتخذ اجراءات في بلادنا في المغرب
احنا في الان اليوم في الدوله السادسه عالميا من حيث تلقيح نسبه الساكنه تلقيح كلي، المرتبه السادسه عالميا، وهذه واحد الحمله تلقيح ناجحه جدا في افق الوصول قريبا باذن الله الى المناعه الجماعيه. في انتظار الوصول الى المناعه الجماعيه يجب ان نحمي شعبنا، يجب ان نحمي بلادنا، لانه المستقبل احنا نفكر في ما بعد كورونا وفي المرحله الانتقاليه لما بعد كورونا. اذا احنا على امامنا جيراننا في الدول الاوروبيه التي نتعامل معها يعرفون، والتي تعرف حاله وبائيه مشابهه تقريبا للحاله الوبائيه في المغرب، وان كان احنا بالنسبه لنا في المغرب التدبير كان جيد جدا بحيث انه الان طب ولكن ما المختلف في رمضان؟ اذا كان الامور جيده وممتازه وربما حتى الإجراءات مفروضة بالطاقة الاستيعابية وما إلى ذلك فيما يتعلق بالمقاهي على ما أعتقد في المغرب 50%، هذا بالإضافة إلى منع نقل حتى المباريات الكروية التي تؤدي إلى تجمع الناس، وبالتالي أليس هذا كافي؟ هذا ليس كافي، هذا كان كافيا، وهذا الإجراء اتخذ في شهر 10 وحمل المغرب في الموجة الثانية، بحيث انه في هذه الموجه الثانيه يعني كان المغرب يعرف وضعيه مستقره جيدا. ولكن احنا الان وهذا ما كنت اتحدث عنه في مرحله في موجه ثالثه في تضرب اوروبا، وموجه ثالثه وصلت شظاياها الى المغرب. الموجه الثالثه في اوروبا هي موجه التقت مع المتغير البريطاني، مع المتغير البرازيلي، مع المتغير الجنوب الافريقي. في المغرب هناك المتحور البريطاني، السلاله البريطانيه. في اوروبا هناك موجه ثالثه قويه جدا بحكم هذا الانتشار السريع للسلاله البريطانيه، بحكم شراسه السلاله البريطانيه. فراينا كيف ان اوروبا الدول الاوروبيه يعني اضطرت اضطرارا الى الاغلاق التام، الى اغلاق المدارس الى لمده طويله جدا، ولا زالت لم تتعافى بعد. في بلادنا نحن هناك مؤشرات للموجه الثالثه، هناك اصابات، هناك مؤشرات وبائيه للموجه الثالثه، ونريد ان نحمي المغرب من موجه ثالثه. لماذا؟ اولا لم نصل بعد المناعه الجماعيه، ثانيا نحن لا نريد الوصول الى الاغلاق التام، لا نريد الوصول الى اغلاق المدارس، لا نريد الى قطع ارزاق الناس في مختلف القطاعات. فكان لابد من اتخاذ اجراءات. ما هو هذا الاجراء؟ الاجراء المتخذ في المغرب ليس هو اغلاق المطاعم، الاجراء في المغرب هو منع التجوال الليلي، لانه في المغرب العائلات تتراحم تتزاور، والفيروس مع الاسف ينتقل داخل العائلات وداخل الاماكن المغلقه. للاسف هناك ضحايا هم اصحاب المطاعم، اصحاب الفنادق، يجب على الدوله ان تفكر فيهم وتساعدهم حتى نتمكن من ربح الاثنين. اولا هناك فئه اجتماعيه متضرره حماية للمغاربة من انتقال الفيروس، هم أصحاب مطاعم والمقاهي وغيرهم، يجب أن يتم تعويضهم. لو سمحت لي دكتور طيب، حماية المغاربة من الوباء ومن الموجة الثالثة. لو سمحت لي، هناك مجموعة ربما من الأفكار أريد أستاذ نور الدين أن يتفاعل معها لاحقا، ولكن قبل ذلك دعونا نتوقف لنتابع نتيجة التصويت على سؤال الحلقة المطروحة على منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. سؤالنا هو: هل تؤيد تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لساعات ما بعد الإفطار؟ حتى الآن نتيجة تقول 63% صوتوا بأنهم مع هذه النقطة، مقابل 37% صوتوا بأنهم ضد. واستمروا مشاهدينا في تفاعلكم على منصتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نتوقف لفصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وأعود إلى ضيوفي في هذه الحلقة وإليك أستاذ نور الدين الحراق. ربما تابعت ما تحدث عنه الأستاذ أو دكتور طيب حمضي. هناك العديد من تفاعلات الناس ما بين من يقول مع السماح بفتح المطاعم والسماح بغلقها في إطار الحجر الليلي بطبيعة الليل بطبيعة الحال. بالنهاية وكما كان يشير إلى ذلك الدكتور، فيما يتعلق بمقاربة الصحة مع الاقتصاد دائما الأولوية تأتي لصالح الصحة العامة المجتمعية. نحن لا نختلف طبعا، لأن لا نختلف طبعا الخطورة دي لهذا المرض وكذلك السرعة دي الانتشار دي لهذا المرض، لا نختلف عليه تماما، إلا أنه المسألة تتعلق بملايين من الأسر المغربية
لأنه صراحة أصبحت دون مورد دخل للعيش، وهذا نحن أمام انهيار، أمام وضع اقتصادي صراحة لهذا القطاع أكيد ينذر بكارثة حقيقية، سواء بالنسبة للمهنيين وكذلك للأجراء. للأسف الشديد كنا ننتظر من الحكومة أن تقوم على الأقل بعض الإجراءات وبعض التدابير أن تخفف نسبيا من الأزمة التي يتخبط فيها هذا القطاع، لكن للأسف الشديد لم تقم الحكومة المغربية لحد الآن بأي تدبير أو خطة لإنقاذ هذا القطاع، وبقيت الأزمة على حالها. الأمور تعقدت أكثر في رمضان، لأنه كنا نراهن على الأقل أن تعمل هذه المقاهي 3 ساعات أو 4 ساعات، طبعا مع أخذ الاحتياطات الضرورية، تعقيم والتباعد وغيرها من الأمور، إلا أنه كان للحكومة رأي آخر في هذه المسألة. فنحن كجمعية وطنية طبعا رسلنا السيد رئيس الحكومة بالأمس لتنهيه عن قرار أو العدول عن هذا القرار، صراحة القرار العشوائي وغير محسوب العواقب، فعدد من المهنيين أصبحوا لا يكترثون لهذا الوباء بقدر ما أصبحوا يكترثون لواقع حالهم، لمستقبل عيشهم ومستقبل أبنائهم. هناك تعليقات من الناس، ربما النجم كيلولي يقول أنه لا وجود للضمان الاجتماعي لأصحاب المقاهي إلا ربما مالك المقهى أو قريبه وغيره. هذه مشكلة مطروحة، ربما العدد المطروح لمساعدته أو دعمه من الدولة في هذا القطاع حوالي 70,000، لا أدري إن كانت هذه الأرقام دقيقة إلى حد كبير، لكن هل لديك أرقام واضحة عن عدد المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي من عدمه؟ لا توجد أرقام لدينا دقيقة حول عدد المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنه هناك عدد قليل مقارنة مع عدد العاملين في هذا القطاع. فالقطاع يشغل أكثر من 1.5 مليون أجير بشكل مباشر، دون الحديث عن الذين يشغلهم هذا القطاع بطريقة غير مباشرة. كذلك عدد الوحدات يصل إلى 250,000 وحدة في المغرب، وبالتالي هذا القطاع قطاع كبير يشغل يد عاملة كبيرة، عدد من الأسر تعيش من هذا القطاع، وبالتالي كان لزاما على الحكومة أن تقوم على الأقل ببعض التدابير لكي تخفف نسبيا من معاناة الأجراء وكذلك المهنيين. طيب هذه التدابير ربما سأحولها للدكتور طيب، ولكن قبل ذلك أتوقف معك أستاذ حسام لو سمحت لي. يعني كيف يمكن الموازنة بين هذه المعضلة اللي منذ انتشار هذه الجائحة ونحن نتساءل عنها، الموازنة بين استمرارية الاقتصاد ودوران عجلة الاقتصاد بالمقابل الحفاظ على الصحة العامة؟ طبيعي حضرتك ان الاجراءات الاحترازية اللي بتم في الدولة داخل كل دولة، هو للأسف كورونا أو كوفيد-19 بيختلف من دولة إلى أخرى وبتختلف الأعداد، ممكن تكون في دولتين جنب بعض زي مثلا إيطاليا واليونان أو أسبانيا والبرتغال وتلاقي الأعداد مختلفة تماما. الإجراءات الاحترازية معالجة الموضوع بشكل صارم وقوي، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لكن طبيعي إنه لازم تمشي الحياة، لأن ده مش يعني مصر مثلا النمو الاقتصادي بتاعها زاد في 2020 معدل النمو الاقتصادي، ده بشهادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فده دليل على ان لازم يكون في اجراءات متخذة صارمة، في الحكومة بتقوم على دراسات سليمة بتضع الاجراءات وبتحط في اعتبارها منظمة الصحة العالمية، وعندنا في مصر كذلك منظمة السياحة العالمية، بدليل ان احنا ماشيين بخطى معينة هنا في الدولة. الدولة مثلا سمحت للمحلات والمطاعم في رمضان لغاية وقت معين، والمحلات والمطاعم اللي هي بتوصل دليفري 24 ساعة مع اتخاذ كافة الاجراءات. في المواصلات العامة في اي شيء لازم يبقى فيه كمامة وفي غرامات وفي بيحصل زي لجان بتشوف الناس دي،
فالتطبيق الصارم للموضوع، لكن استحالة ان الواحد يوقف عجلة الانتاج والاقتصاد ودوران الاقتصاد نتيجة الوباء ده. هو في ناس ابتدت تطعم فعلا عندنا ونسب معينة، انا ما اعرفش النسب الحقيقة، ولكن في الاجراءات الاحترازية، في المطاعم والسياحة، وزي ما بقول لحضرتك في ناس بتحجز لغاية دلوقتي وبتنزل الطيران الشارتر إلى مصر، ده معناه موافقة. وبعدين عايز أقول حاجة تانية، احنا ما بنقولش الكلام ده بناء على ان احنا بنقوله كمصريين، لا، ده في منظمة السياحة العالمية بتقول كده. في كان في العرض الأخير لنقل المومياوات كان في أمين منظمة السياحة العالمية في مصر، في ناس من اليونسكو، وبيقولوا ان مصر من الدول اللي بيتوجه لها السياحه وموافقين عليها، فاحنا ماشيين بالطريقه دي. فلازم الاقتصاد يتحسن وينمو، لان مش اي دوله، وبعدين احنا 101 او 102 مليون نسمه، فالاجراءات ان احنا نعمل حظر كامل او كده فيها خطوره على الاقتصاد وخطوره على كل شيء، واخد بال حضرتك؟ فلا بد من ان احنا ناخد كافه الاجراءات زي ما هو بتقال. طيب دعني هنا أنتقل إلى دكتور طيب حمضي ليتفاعل ربما مع هذا، أنه ضرورة الاقتصاد واستمرار هذه العجلة بالنهاية. وكما كان يشير أيضا أستاذ نور الدين رئيس الجمعية الوطنية، الجمعية نفسها كانت قد رسلت عدد من الأحزاب ورئاسة الحكومة تطالبها بطرح بدائل واقعية ووضع تصور أو خطة لوقف نزيف هذه الإفلاسات. هل هناك تدابير واضحة أو بدائل مطروحة واقعية للموازنة دكتور؟ بالنسبة للقطاع المقاهي والمطاعم ماذا تحدثنا عليه، وطبعا هذا قطاع يعاني منذ انطلاق الجائحة، ليس فقط يعني في رمضان تم إغلاقه 3 أشهر، بعد ذلك كان الإغلاق في الساعة 8 مساء، كانت هناك عدة إجراءات تباعد غيرها. هذه الإجراءات المتخذة في البلاد هي التي مكنت البلاد أن تكون الآن من ناحية اقتصادية متعافية، ونطمح ونرنو إلى أنه في المستقبل القريب بإذن الله كذلك يتعافى الاقتصاد المغربي وتتعافى الحياة الاجتماعية في المغرب. إذا الإجراءات الوقائية التي تتخذ، مثلا حظر التجول الليلي أو التباعد والكمامات وغيرها استعمالها، هي ليس فقط من أجل حماية الحياة. في الدراسة في الإبيديميولوجيا هناك خلاصة أنه الإجراءات الاحترازية الاحتياطات تنقذ الحياة وتنقذ الاقتصاد. اليوم الاقتصاد المغربي متعافي بفضل الإجراءات المتخذة. اليوم الاقتصاد المغربي يطمح أنه يتعافى في المستقبل بشكل كبير. ولكن هل القرار كان مدروس دكتور طيب؟ لأنه إذا كانت الحركة مفتوحة خلال النهار، يعني حتى هناك مبادرات تقول أن تفتح هذه المقاهي تضامنا معها، وأن يذهب الناس ليجلسوا خلال النهار ويطالعوا الكتب أو تحويلها لبيع الخضروات وما إلى ذلك، وبالتالي تواجد الناس سيكون هناك، لماذا في النهار لليل؟ أستاذ، من حيث أولا الإجراء من ناحية الإبيديميولوجيا من ناحية الصحية هو إجراء ضروري في المغرب، لأنه ماشي الإجراء هو إغلاق المقاهي. لو كان بالإمكان أننا مثلا مليون مغربي سيذهبون إلى المقهى بعد الإفطار ويجلسون في التباعد لكان ممكن. المشكل أنه في مليون مغربي سيجلسون في مقهى، قبالتهم 35 مليون مغربي سيزورون عائلاتهم وسيسافرون ويركبون في الوسائل العمومية وسيختلطون ويقابلون بعضهم البعض وسيتشاركون الوجبات، وهذه مناسبة لنقل الفيروس. فإذا المستهدف ليس هي قطاع المطاعم. مع الأسف قطاع المطاعم وقطاع المقاهي هو ضحية، يجب تعويضه والتفكير في التعويض فيه بغض النظر هل هما مسجلين في المنظمات الاجتماعية أو غير مسجلين. نحن لسنا في المناسبة للحديث عن يجب تعويض هاد الناس. يجب علاش؟ لأن هؤلاء الناس يغلقون محلاتهم حتى لا ينتشر الوباء، يحموننا ويحمون المجتمع. فإذا هذه النقطة لا خلاف فيها. لو سمحت لي دكتور طيب، فقط أريد أن أتوقف كذلك أو مرة أخرى لنستمع آراء الشارع أيضا بشأن أكثر الأشياء التي تغيرت خلال الشهر الكريم. وايد فقدنا اللمة، فقدنا الجمعة، فقدنا الأحباب، عساكم ما تفقدون غالي. شهر رمضان بالذات يعني انقطعت كل يعني أواصر التواصل بين الناس كلها، يعني لا بتقدر تعزم ولا تنعزم، لا بتقدر تروح ولا تيجي. النفسيات تعبت، المشاعر يعني أنا لما بدي أشوف أختي ولا هذا صرت أشتاق، لما يعني لولا إنه في فعلا التطبيقات هاي اللي طالعة الماسنجر ولا هاي اللي أنت تشوف صوت الطوبة والسكايب، ولا إحنا كنا
يعني طبعا كانت الجامعات للاهل او الاصدقاء او يعني الجامعات كلها كانت تبقى موجوده معنا بعد الافطار. يعني رمضان بدون صلاه تراويح ما له قيمه نهائيا. يعني جامعه الاهل هذه اكثر شيء في الدعاه. الحين لما دخل كورونا لا تعرفين تطلعين برا ولا تاخذي عيالك وتروحين هدايق وتروحين المطعم وكذا، ما في وناسه مثل اول يعني، عرفتي؟ والله رمضان السنه الماضيه والسنه رمضان مش رمضان، يعني اثر شغلات كثير اختلفت، منها الصلوات، منها عفوا زياره الاقارب، زياره الاهل، صلاه الرحم. دعونا الآن نتابع نتيجة التصويت على سؤال حلقتنا المطروح على منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. السؤال كان: هل تؤيد تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لساعاتنا بعد الإفطار؟ إلى غاية الآن 64% صوتوا بأنهم مع، مقابل 36% صوتوا بأنهم ضد. وهنا أريد أن أوجه الشكر لضيوفي معنا في هذه الحلقة. كان معنا من القاهرة عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام هزاع، ومن الرباط رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم نور الدين الحراق، وأيضا الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطبيب الطيب حمدي. شكرا جزيلا لكم. شكرا أيضا على متابعتكم. يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات أيضا السابقة على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربية. تذكروا دائما أن النقاش لا يفسد للود قضية، أنتم الحكم، رأيكم هو المؤشر. مني إليكم أنا إيمان لحرش أجمل تحية، ألقاكم الأسبوع المقبل في نقاش تاني.